في جديد أخبار المنتخب الوطني الجزائري ومباراتي الطوغو ذهبا وإيابا ضمن تربص أكتوبر المقبل. أولا، لاعب جديد من الملاعب الألمانية يطرق أبواب المنتخب الوطني الجزائري حسب موقع الجزائر تيوب. يسعى الاتحاد الجزائري كرة القدم للظفر بأبرز اللاعبين من مزدوجي الجنسية، وذلك من أجل تحسين مستوى المنتخب الوطني على جميع المراكز قبل الاستحقاقات المقبلة التي تنتظر الخضر. وكشفت بعض التقارير أن بيتكوفيتش يضع في حساباته العديد من الأسماء التي تشوط في مركز وسط الميدان والمرشح لخلافة النجم إسماعيل بن ناصر، وعلى رأس هؤلاء كارلو بوخالفا لاعب نادي سانت باولي الألماني. ويقدم الجزائري الأصل كارلو بوخالفا مستويات رائعة رفقة فريقه سانت باولي في الدوري الألماني. ويسعى الناخب الوطني بيتكوفيتش لتعزيز صفوف المنتخب الوطني الجزائري بأسماء جديدة تمهيدا للتوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل. في ثاني خبر، حارس مرمى فياريال الإسباني يقترب من المنتخب الوطني الجزائري. كشفت تقارير إعلامية أن حارس مرمى نادي فياريال الإسباني أنطوني سعيداني قريب من الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني الجزائري. وحسب سبورت تيم، فإن الاتحاد الجزائري كرة قدم برئاسة وليد صادي تواصل مع الحارس أنطوني سعيداني من أجل تمثيل المنتخب الوطني الجزائري. وأضاف ذات المصدر أن حارس نادي فياريال الإسباني أنطوني سعيداني متحمس كثيرا من أجل تقمص ألوان المنتخب الوطني الجزائري، ويسعى الاتحاد الجزائري كرة قدم للظفر بأبرز اللاعبين من مزدوجي الجنسية من بينهم حارس مرمى نادي فياريال الإسباني أنطوني سعيداني، وذلك من أجل تحسين مستوى المنتخب على جميع المراكز قبل الاستحقاقات المقبلة التي تنتظر الخضر. ناغيز مرشح بقوة لتدريب المنتخب المحلي. كشفت تقارير إعلامية محلية أن الاتحاد الجزائري كرة قدم سيعين المدرب نبيل ناغيز من أجل الإشراف على منتخب محلي خلال كأس أفريقيا المحلية المقبلة. وحسب ذات التقارير، فإن الإعلام الرسمي عن تعيين المدرب نبيل ناغيز سيكون خلال أشغال مكتب فيدرالي يوم السبت المقبل، وستلعب بطولة أمم أفريقيا المحلية في كينيا، تنزانيا وأوغندا من 1 إلى 28 فبراير 2025. مشكلة فرنسية تهدد مستقبل عادل عوشيش. يتواجد الجزائري عادل عوشيش في وضعية صعبة بعد خروجه نهائيا من مخططات مدربه الجديد في سندرلاند رغم بدايته الموسم الجيدة. وقال مدرب نادي سندرلاند ريجيس لوبريس بخصوص استبعاده للجزائري عوشيش أنه لا يزال في خططه، ولكن في حال رغبة في العودة ولعب دور أساسي مع الفريق فإنه عليه العمل والرجوع دون شك إلى قاعدة الفريق. وكانت علاقة اللاعب عوشيش بمدربه لوبريس سيئة منذ زمن، حيث سبق وأن تشاجر معه، حيث كان يدربه في نادي لوريون الفرنسي، حيث كان من أحد أسباب رحيله من هناك. وكان عوشيش مرشح بقوة للرحيل من فريق سندرلاند الإنجليزي في الأيام القليلة الماضية.